بتقول اصحاب شيء؟ ايه رح توصل. ماتوا؟ ما بنعرف. الرجال عم يتحرك. ريان؟ 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 يا سيد انت منيح؟ شوفوا ريان بسرعة، انا منيح. ريان؟ ريان؟ ردي علي. في نبض لساتها عايشة، لازم نحطها بسيارة الإسعاف فورا. هي عايشة؟ ليش ما عم تفتح عيونها؟ ريان؟ هي عم تسمع صوتي؟ ريان؟ ريان؟ انت رح تعيشي ريان، لا تخافي ما رح تموتي. ايه؟ ممنوع تركب هون. بدي ضل معك. بس هيك ما بيصير يا سيد. وانا موجوع، ليش ما فحصتيني؟ خليك. آه يا جنول، يا ترى شو اللعبة يلي عم تلعبيها؟ إليف بخير، هي بغرفتها. لازم تشكري ربك يا عزيزة خانو، ألف الحمد لله إنه إليف رجعت بخير وسلامة وما صاب أي شيء. مين طلب منك تشغلي بالك بإليف؟ انت ديري بالك على بنتك يلي بلا عقل بدل ما تهتمي بإليف. انا قلت لها تضل عقلة وبلا جنان، بس دائما بتوقع حالها بالمصايب. قال ابن عمها لبنت عيلة شاد أوغلو قدر يهرب ريان من هداك البيت، وقال انه جنول تصاوبت. ما بعرف شو كانت عم تساوي هنيك. ميران اخدها على المشفى. جنون؟ جنون؟ افتحوا الباب وجهزوا السيارة. إليف، ستي لا تضربيني. ليش امتى ضربتك يا روحي؟ مترجاكي لا تعصبي، بس طلعت لأتمشى شوي بهالمدينة. على شوي أنا كنت رح أموت يا إليف. وقف قلبي لما رجال غريب جاوب على التليفون تبعك. قلتلك إنه عنا أعداء وحوش، ولا مفكرتيها لعب ولاد صغار؟ أنت شلون تتصرفي هيك بلا تفكير؟ أنا لما انتبهت إني تأخرت وصرت أركض بسرعة وقع تليفوني مني، وبعدين ضيعت طريق البيت ستي. إليف طلعي، إذا خالفتيني وما سمعتي كلامي ممكن نتأذى. إذا تصرفتي بدون ما تخبريني ما فيني أحميكي، وإذا صار لك أي شيء وتأذيتي ما فيني أتحمل. عم تفهمي؟ لا تواخذيني، ما صار يلي أنت خايفة منه ستي. في ناس طيبين بهالدنيا كمان. في رجال منيح جابني على البيت، قال عنده بنت بعمري كمان. مين هو ومن أي عيلة لنروح نتشكره ونكرمه على معروفه؟ ما بعرفه، قال اسمه جيهان. يمكن أخي ميران بيعرفه، مبين رجال ابن عالم وناس ومحترم كمان، عملني بكل لطافة. قلتي لي جيهان؟ وهو اللي جابك على هذا البيت؟ حكيتي له مين أنت؟ قلتي له أنه أنت حبيبتي؟ لا والله يا ستي ما حكيت له شيء. تخيلك يا ربي شو يلي عم بصير بهذا البيت. خير ستي، شو صار كمان هلا؟ ستي استني شوي، بترجاكي فهميني شو صار هلا كمان.